بعد سنوات من الجفاف بدأت ملامح الأهوار تظهر للعلن بعد انتعاش المسطحات المائية مجددا. جاء هذا إثر موجة الأمطار الأخيرة إضافة إلى زيادة الإطلاقات المائية وسط تطلعات إلى حكومة بغداد لبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية في أثناء زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى بغداد لتأمين حصة البلاد المائية خلال الصيف. حاليا أكو تحسن بالإيرادات المائية في جنوب العراق، أكو تحسن ملحوظ، هو مو بالمستوى المطلوب، ولكن خلال زيارة السيد رئيس تركيا، خلال جهود رئيس الوزراء، الحكومة العراقية، الحكومات المحلية، حاليا أكو زيادة مناسيب، نطمح نحو الأحسن إن شاء الله. موسم الأمطار كان موسم جيد نوعا ما، ساهم ولو بشكل قليل إلى زيادة المياه في الأهوار وإعادة الروح إلى هذه التراث العالمي، ولكن نطالب الحكومة العراقية بزيادة الإطلاقات المائية، تطالب الحكومة التركية بزيادة الإطلاقات المائية في محافظة ذي قار. وبين مراقبون أن ازدياد الإطلاقات المائية أنعش قطاع السياحة خصوصا في أهوار المحافظة، مشيرين إلى أن ازدياد الإطلاقات المائية سينعش التنوع البيئي. طبعا بالفترة الأخيرة شهدت الأهوار زيادة كبيرة في مناسيب المياه، وأصبحت قبلة للسياح من كل دول العالم. يعني قبل يومين كان هناك رافقنا وفد روسي وآخر إيطالي في مناطق الأهوار، بالإضافة للسياح من كافة المحافظات، وهذا نتيجة الانتعاش اللي تعيش الأهوار حاليا. مربو جاموس عادوا وصيادوا الأسماك، بدأت يعني نوعا ما الأسماك تعود. ويبقى ارتفاع مناسيب الأهوار مرهونا باستمرار مناسيب مغذياتها المائية وتوفير حصة مائية تعبر فيها فصل الصيف مع ارتفاع نسب التبخر، وهذا التفاؤل مرتبط بنجاح زيارة الرئيس التركي المنتظرة منذ أعوام. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة.